أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: المعمول به حاليا في المقابر أنه يوضع على القبر ما يسمى بالبحص، وهي حجارة مكسرة، ثم يراق عليه ماء كثير، وبعضهم ربما يضع علامة ليعرف القبر مثل خشبة أو قارورة، ما حكم هذا الفعل؟ هذا لا بأس به. بعد الفراغ من الدفن، بعد الفراغ من الدفن يوضع عليه حصبة لأجل تمنع تطاير التراب، ويرش بالماء أيضا، لا بأس بهذا بعد الدفن، ولا بأس بوضع علامة عليه لأجل الزيارة، حجر أو شيء غير كتابة وغير تجصيص، وإنما هو علامة يعرفها الزائر فقط ولا يعرفها غيره، لا بأس أنه يضع عليه حجر أو قارورة أو عود أو غير ذلك، أو يخط خط في الأرض عنده حيث يعرفه. نعم.